السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، النهاردة نتعلم مع بعض الإسعافات الأولية في حالة شرب الكلور أو الكوريكس أو أي من المواد السامة أو المواد الكاوية أو المواد المنظفة، سواء كان طفل أو حد كبير. الخلاصة إن احنا هنشرب كوباية صغيرة قد كوباية الشاي من الحليب. كوباية صغيرة من الحليب. ليه كوباية صغيرة؟ عشان ما نرجعش. وليه عشان ما نرجعش؟ لان المادة دي اللي احنا شربناها سواء كانت حاجة زي الفينيك مثلا، الجهاز التنفسي ومجرى الهواء اتعرضوا ليها، فمش عايزين نعرض الجهاز التنفسي تاني ومجرى الهواء مرة اخرى عند الارتجاع مرة اخرى. يعني لو رجعت هتعرض الجهاز التنفسي مرة اخرى، فاحنا مش عايزين كده. تمام؟ طيب، كمان بشرب لبن ليه او حليب ليه؟ عشان اغلف جدار المعده، عشان نهدي المعده من التهيج، لان في هيجان في المعده بسبب الماده السامه او الماده الكاويه اللي شربناها. بس ما تعملش حاجه تاني، انت تشرب كوبايه الحليب وتروح طالع على مركز السموم عشان تعمل غسيل معده، او اي مركز قريب منك، مركز طوارئ او اي مستوصف او اي مستشفى، عشان يلحق يتعامل معاك الطبيب. طيب، في حاجات هتعملها وانت ماشي. هتاخد معاك الازازه اللي انت شربت منها او اللي الطفل شرب منها، سواء كانت دي او غيرها، وتقول له على الكميه اللي هو شربها، سواء كانت ملعقه او ايا كان، حتى لو رفع الازازه كلها وشربها هتقول له، يبقى هتقول له على الكميه وهتقول له على نوع الماده اللي شرب منها او الازازه اللي شرب منها. تمام؟ لو الهدوم بتاعته، الملابس بتاعته متسخة من المادة، يعني اتكبت عليه وهو بيشرب، هنغير الملابس دي او هنغسلها بمية كويس جدا لو ما فيش امكانية ان احنا نغير الملابس وناخده ونمشي. حاجة كمان، لو كانت ايده فيها من المادة او عينه، هنغسل العين لمدة ربع ساعة بماء من الحنفية، المية الجارية العادية، وهنغسل الايد كويس جدا بالمية والصابون عشان الطفل ما يعرضش ايده على عينه مرة تانية ويسبب اثر على عينه. يبقى الخلاصة هنشرب كوب صغير من الحليب عشان نهدي المعدة. تمام؟ وبلاش ترجيع، بلاش يا جماعة الناس اللي بتحاول ترجع المادة، انت كده بتعرض الجهاز التنفسي مرة اخرى للمشاكل اللي انت تعرضت لها. واللبن وانت بتشربه او الحليب وانت بتشربه هياخد البقايا المتراكمة في الحلق او في الزور، هياخدها ينزلها في المعدة ويغلف المعدة لحد ما نتعامل معاه. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك عشان توصلوا كل جديد على القناة. والسلام.